لقد حققت التجربة المغربية العديد من المكتسبات خلال العقدين الأخيرين، مدعومة بمسلسل الإصلاحات الكبرى على مستوى تحديث المؤسسات والتقدم النوعي في العديد من المجالات، وهو ما عزز مكانة المغرب كوجهة إقليمية لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكقطب للأمن والاستقرار. ومما يبعث على الإطمئنان هو أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله يتحلى بقدر كبير من الإرادة للحفاظ على هذا المسار التحولي، ما ساهم في تعزيز صموده في وجه التقلبات الدولية المتتوالية، عاكسا بذلك نقط القوة والسمعة الخارجية التي تزخر بها بلادنا. وبطبيعة الحال فهذا التقدم الملموس لم يأتي من فراغ، بل تم تحقيقه بفضل تحسين مجموعة من المؤشرات التي تتعلق أساسا بالرفع من مستوى التنمية والجودة المؤسساتية وتكريس مبادئ الحكامة والمسؤولية. لذلك فإن الرهان الذي ظل يقودنا طيلة محطات هذه الولاية الحكومية يتمثل في مواصلة تعميق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني عبر تعبئة منظومة الاستثمار المنتج وتحفيز مناخ الأعمال.